بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة التربية الجنسية والأسرة، الممارسة الجنسية عند الغرب وفي الإسلام. شي وحدة سولتني وقالت لك الراجل ديالي قال لي على أساس أنه باش تكون الممارسة في الدبور، أشنو حكم الإسلام فيه؟ فلهذا منين جابوا هذا الشيء هذا دابا؟ هذاك شوف النفس اشنو بغات. النفس غير تتقلب على شي حوايج، واش بغيتي تتمتع؟ ايوا شوف التمتع الصحيح النقي اللي ما يصيبك انت لا اذى ولا المراه ديالك لا اذى، والتمتع هي كما تتمتع الاذى. فلهذا هنايا اول اللي خصنا نشوفه هنايا هي المساواه في المتعه. حيت نجي نشوف الغرب ليست هناك مساواه، كل شيء تيبغي يدير الرجل هو اللي تيتمتع، اما المراه هي تيقلب فيها بحال الطرحه هكا وهكا ويدير بها ما بغى وهي غير راضيه، ويتسمى هذا تقدم، هذا تعتبر تخلف. الاسلام اعتبر الزواج من مقاصده، المراه تحصن نفسها بالزواج والرجل يحصن نفسه بالزواج، بمعنى ان الرجل عندما يمارس الجنس مع المراه فهما معا يتمتعان، ماشي غير واحد او وحده، لا بجوجهم. لهذا تيخص الاسلام شنو هي الطريقه اللي غادي يتمتع بها هو وهي. فلهذا هنا الاسلام حتى ان الاسلام قال لك لا ياتي احدكم اهله كالبهيمه، وعاود معنا لابد من رسول قيل ومن رسول. شي مره شي درس من الدروس، درت سلسله ديال الدروس في سميتو في الجمعيه اللي كنت نترأس، جمعيه الهدايه القرانيه، وقلت لهم لابد من رسول، قالوا الناس صلى الله عليه وسلم، قلت لهم لا ماشي هذاك الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هذا رسول اخر، هذا اللي هي قيل ومن رسول يا رسول الله، قال القبله واللمسه او اللمسه. فلهذا هنا تيخص نعرف الطبيعه ديال المراه، نعرف امتى شنو هي الوسائل اللي تصغريها. من بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال لك ما ينزلش الواحد منكم عن زوجته قبل ان تقضي وطرها هي، ما يكونش هو اناني صافي قضى وخلاها هي تتغوت وكل شيء، لا خصها حتى يقضي ويسولها واش تمتعتي ولا لا، وياك ما نكون انا سبقتك في القذف وانت مازال تعطلتي. هاد الشيء هذا تيخصو يكون، لان حيت يكون عندنا داك الشيء ديال العلاقه الجنسيه كلها تم مزيان في الدار، وواخا طيب الماكله محروقه ومقبوله، اما الا ما كانش وكانت شي خلل كانت مايا، راه عارف غادي يكون الخلل في العلاقه الزوجيه كاع كلها، كل شيء غادي يبدا نقير علاش هادي علاش هادي علاش هادي، بحال شي واحد المراه تتشكى من هاد العلاقه هادي ما بينها وبين الرجل ديالها، فاذا به تدي لي غير الماء والزغاريت، لان ما متعه ما والوش لا الزواج، واش هي جات خدامه. فلهذا شنو دار ليها؟ كتب واحد الورقه وكتب فيها الاتقان، ومشى حطها ليها فوق البوطاجي، وحتى هي بالجرأه الاسلاميه حطت ليها فوق الناموسيه، تقن هنا نتقن هنايا، انت تتمتع وهي ضايع حقها. فلهذا تيخص هذه المسائل هذه تكون واضحه عندنا في الشريعه الاسلاميه وضحتها، وتيخص ما نبقاوش ساكتين عليها ونبقاو نقولوا خلي ذاك الجمل راقد، لا خصنا نبينوه، لان ما وضحه الاسلام يجب ان نوضحه نحن حتى لا نترك مجالا لدخول شياطين الانس والجن في هذا الاطار هذا. نفهموا هذه المساله هذه، والسلام عليكم ورحمه الله.